تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تحت شعار سلسلة الكبار ثروة وطنية متنامية في ظل التغييرات المناخية. والمنظم من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ينادي على السيد مباركة الحمداوي تعاونية مبروكة الجماعة الترابية ولاد محمد الوهابي. ويقدم لها التروفي والظرف المالي السيد رئيس المجلس الإقليمي لآسف، ينوب عنه السيد رشيد بوكطايا. السيدة صافي السيدة ميولة حجار من تعاونية طنروز، السيدة حياة أرجان تعاونية الخضراء ست بزيرة يقدم لها التروفي والدعم المالي. السيدة السيدة فاطمة اللطيفي بحري والتنمية القروية والمياه والغابات. أنادي على المستشفى أنادي على السيد حسان الناجي من الجماعة الترابية لك، ويقدم له السيد الوزير آلية الشذب ومعالجة الكبار من أجل مزيد من الإنتاج في نبتة الكبار. وأنادي على السيد عبد الكبير سمنان من الجماعة الترابية خط زكان، يقدم له السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات آليات الشذب ومعالجة الكبار. وأذكركم دائما على هامش المعرض الوطني للكبار في دور آسفي والتعاونيات المشاركة. حلقتكم جديد ديال آسفي الآن، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.